من بلاد الجزاء التي تتولى الناس كل الاقليم شمال افريقيا، احد المكونات الخمسه من القوى الافريقيه الجاهزه، تواصل جهودها من اجل تعزيز الجاهزيه العملياتيه لهذه الاليه الاقليميه وتمكينها من تقديم مساهمات فعليه وفعاله في حفظ السلم والامن في افريقيا. ولا يمكنني هنا ان اختم هذه الفرصه بمثني عالي على جهود الدول الشقيقه المنخرطه مع بلادي في هذه الاليه، جمهوريه مصر العربيه الشقيقه ودوله الليبي الشقيقه والجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه الشقيقه. وفي هذا الاطار فاننا نسجل بكل اعتزاز الاعلان الذي قال بنشره مفوضيه الاتحاد الافريقي لتاكيد الجاهزيه الكامله لقدر الاقليم شمال افريقيا، وهو الاعلان الذي ياتي تتويجا لسلسله من الزيارات الحقوقيه التي سمح بخبراء كل من الاتحاد الافريقي ومنظمه الامم المتحده بالاطلاع على ما تحوز عليه هذه القدره من امكانيات عسكريه ومدنيه ولوجستيه تؤهلها وفقا للمعايير الدوليه للمشاركه في عمليات حفظ السلام على المستوى القاري. ومن شأن هذا الإعلان أن يشكل حافزا قويا لدول الأعضاء من أجل المضي قدما في التحضير والإعداد للتمرين الميداني المقرر أواخر عام 2024 بخصوص محاكاة عملية نشر حدث من دعم السلام، وهو التمرين الذي يستهدف الحفاظ على المستوى العالي من الجاهزية وضمان استجابة سريعة وفعالة تجاه الوضعيات المستعجلة والحالات القائمة. وعلى ضوء هذه التطورات المشجعة تؤكد الجزائر على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة وتدعيم النتائج المحرزة وتتقدم بالتوصيات الأربعة التالية. أولا الترحيب بإعلان جاهزية كل الإقليم شمال أفريقيا. ثانيا توفير الدعم الضروري واللازم للأمانة التنفيذية قدرة الإقليم شمال أفريقيا في أفق تنفيذ التمرين الميداني المبرمج والذي سيشكل إضافة نوعية لإعداد وتحقيق القوى الإفريقية الجاهزة برمتها. ثالثا التعجيل باعتماد مذكرة التفاهم المتعلقة بالقوى الإفريقية الجاهزة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي للشام والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية من جهة أخرى. رابعا المضي قدما في عملية مراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوى الإفريقية الجاهزة لجعلها أكثر اتساقا مع عقيدة الاتحاد الأفريقي بخصوص عملية حفظ السلام وتوفير الدعم اللازم لها كجزء لا يتجزأ من بنية الإفريقية للسلم والأمن.